السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج حكاية في يوم. كل حكاية هنستضيف قارئ أو علم أو نموذج من الأئمة في أمريكا وحول العالم، ونعرف حكاياتهم ورواياتهم. حكاية اليوم من هنا من نيوجيرسي، وهنبدأ مع زهرة القراء الشيخ حسن صالح. البوادي، مطعم الأصالة والجود والكرم. Welcome all in البوادي restaurant، وحياكم الله جميعا، أهلا وسهلا، تفضلوا. حيا الله مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج حكاية في يوم. حكايتنا النهاردة مع نموذج من نماذج القراء والأئمة في أمريكا وحول العالم، معنا زهرة القراء الشيخ حسن صالح. أهلا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا. احنا سعيدنا جدا بيك، وحبينا ان احنا نبدأ برنامجنا اصلا مع يعني زهرة من الزهرات، ومع حضرتك ان شاء الله، وتكون الحلقة بتاعتنا خفيفة عليكم ان شاء الله. يا سيدي جزاكم الله خيرا على هذا الاختيار، وأتشرف بكم. الله يبارك فيك. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أهلا لهذه الثقة. أمين يا رب العالمين. وأن يغفر لي ما لا تعلمون. الله يبارك فيك. طيب احنا هنبدأ كده إن شاء الله يعني سريعا، وعايزين نخش في موضوع كده اجتماعي ممكن ما فيش حد اتكلم فيه قبل كده خالص، وهو موضوع الأهل. احنا سمعنا أن أنت يعني سبت زوجة حضرتك 10 سنوات كاملة لظروف يعني الدعوة، وظروف ان انت تكمل وتبقى يعني تصل للي انت وصلت دي. ممكن تقول لنا كده سريعا القصة دي، لان كتير من الناس مش عارفينها، واحنا عايزين بقى نعرفها من حضرتك، من لسان حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه القصة ارتبطت بالسفر الى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت عام 2004 من التاريخ الميلادي، ويعني حتى عام 2014 10 سنوات. هذه الفترة يعني مكثت فيها في الولايات المتحدة وحدي. طبعا لم أجلس هنا 10 سنوات كاملة، لكن كنت بنزل مصر يعني أجازات، ممكن مرة في السنة أو مرتين، أحيانا 3 مرات، حتى أوازن بين العمل هنا والارتباط مع الجالية والعمل في المسجد. وبين ما كانش فيه إقامة دائمة منكم لمدة 10 سنين؟ لا لا لا, لا, لا هذا لا يعني ما يتحمله أحد ولا أرضى به، وفيه ظلم. صحيح. فكنت أحيانا يعني بين هنا وهناك، لكن في يعني سنة من السنوات كاملة لم أنزل لظروف صحية. في هذه 10 سنوات، لكن غير ذلك كانت يعني أجازات، لكن أكثر الوقت كان هنا. كانت معاناة حقيقة شديدة جدا، معاناة للأسرة ومعاناة لي، ويعني آلام، ولكن استفدت أيضا بعض الأمور. وهناك تفاصيل كبيرة في هذه المرحلة حقيقة ربما لا تسع المقام لذكرها، ولكن هذا باختصار. في هذه الفترة ما كانش ينفع أنه هم يأتوا معي في السنوات الأولى لظروف معينة. تمام. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى من علينا واجتمعنا جميعا، وأتت الأسرة في سنة 2014، والحمد لله منذ ذلك الحين وهم معي. فأثناء المرحلة الصعبة وبعدك عن الأهل وكده، أكيد المدام عند حضرتك كان ليها دور كبير جدا في انها يعني تاخد بالها من الاولاد وكده. ممكن تحكي لنا شويه على المعاناه اللي كانت فيها، والصبر والمشقه، وخصوصا ان انت يعني في مكان وهي في مكان، وعندها مسؤوليه كبيره جدا في الاولاد. نعم، حقيقه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فيعني ست عبد الرحمن زوجتي بارك الله فيها تحملت كثيرا في هذه الفتره، ووقفت بجانبي
وبخاصة في رعاية الأولاد والصبر عليهم في غيابي عنهم لشهور في العمل هنا، وبخاصة أنهم كانوا في مراحلهم الأولى في حفظ القرآن الكريم، فكانت تتحمل وتراجع معهم يوميا. ورعاية الأولاد في هذه الفترة لم يكن بالأمر السهل وفي غياب الزوج، وبخاصة لما يطول الأمر إلى 10 سنوات، حقيقة لها دور كبير في هذا الوقت وطوقت به عنقي، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيها. ومن هذا يعني المنبر لابد أن أشيد بها في هذه النقطة بالذات. يعني طيب أنا عايزين نعرف شوية، نرجع بيك كده زمان يعني في وقت بقى الصبا، ويعني ناخد شوية معلومات عنك، الأسرة والنشأة والقرية، وعايز أرجع وأشوف الكتاب، وعايز أفتكر المشايخ والقراء بتوعك، ونفتكر شوية في يعني النشأة الاجتماعية. فأنا بس عايزك تحكي لي الأول، أنت عندك كم أخ، وتاريخ الميلاد بتاعك أو إمتى تولدت، والفترة بتاعت الطفولة بتاعت حضرتك. ولدت في ريف مدينة المحمودية بمحافظة بحيرة. نعم. وبالتحديد في عزبة تسمى عزبة أحمد وهبان العام أو عزبة بولينا. تمام. وبالمناسبة بولينا هذه يعني قيل وقتها أنها اسم خواجة من أيام الاحتلال الإنجليزي، ولا أدري صحة هذه المعلومة، لكن هي المسمى الرسمي عزبة أحمد وهبان العام. وهذه أحمد وهبان هذا من كان يملك أراضي العزبة، فسميت باسمه. وهذه العزبة، هذه العزبة أقل مساحة من القرية، والقرية أكبر شوية من العزبة، وأقل القرية أقل من المدينة. تمام. فالقرية أحيانا تتكون من عدة عزب أو يعني مدينة يعني أقل من المدينة شوي، وعدة عزب في مجلس محلي. تمام. فالعزبة تسمى بولينا، وهي عدد بيوت بسيطة يعني. فكانت النشأة قصدك تقول لنا كانت نشأة بسيطة قوي، بسيطة إلى أبعد الحدود يعني. نشأة قروية، ده نشأة عزبوية خلينا نسميها. أنا لماذا أقول عزبة؟ لأنه العزبة بسيطة وعدد بسيط من الناس ومن القرى. أثرت عليك في إيدي يا مولانا؟ هذه أثرت كثيرا. بالمناسبة هذه النشأة شكلت جزءا كثيرا من حياتي في الفترة الأولى، فكان حظ هذه المنطقة من التعليم قليل. نعم. قليل جدا. التعليم الجامعي، التعليم الأزهري، التعليم الديني عموما، أخذ بحظك، فالإنسان ببيئته. فأنا تأثرت بهذه البيئة، الناس كلهم فلاحين يعملون في الأرض، وإحنا كان عندنا أرض زراعية بالإيجار المؤجرة من هذا صاحب العزبة هذا. تمام. تمام. وبنزرع فيها، وآخر العام بندفع الإيجار للحكومة. يعني كانت حياة صعبة مش سهلة. حياة صعبة، و يعني كل شيء كان صعب في هذا الوقت، والعمل في الحقول، وحتى الطفل لا ينعم بطفولته، فمنذ نعومة أظفاره يذهب إلى الحقل ويعمل ويجني القطن ويعني يطعم المواشي ويعمل في الأعمال الشاقة جدا. وفي هذه الظروف تربيت، حتى يعني في السنوات الأولى في التعليم الابتدائي، يعني 6 سنوات و4 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، كنت آتي من المدرسة ويدوبك أكل مثلي مثل كل الأطفال أو الشباب، جبنة بقى وكذا، وأكل شيء ثم إلى الحقل مباشرة. فكانت طفولة قاسية، صعبة وقاسية وشاقة. هكذا حياة الناس هكذا. تفتكر المدرسة كان اسمها؟ نعم، أنا درست في مدرسة التعليم الابتدائي، كان في مدرسة شهداء بورسعيد بعزبة ليديا. هذه كان بينها وبين عزبة بولينا حوالي 2 كيلو. تمام. فتاخدها ماشي بقى؟ ماشي، ما كانش فيه بقى ماشي. نعم، ما فيش غير المشي، والطرق كانت طين، وفي الشتاء كنا نعاني ونعود نأكل أي موجود في البيت، ونذهب إلى الحقل ونعود من الحقل في المساء. فهكذا حياة الناس. وبالمناسبة يعني العزبة هذه دخلتها الكهرباء سنة 89، متأخرة جدا. فيعني سنة 1989 كان عمري 19 سنة. بقى وكده كانت كنا على لمبة الجاز،
وعلى الكلب هذه معروف في الريف يعني بالغاز. وهكذا كانت حياة الناس، وكنا نعاني خاصة في الشتاء ظلام، وإذا أقبل الليل والطرق طبعا طين وصعوبة. فهذه شكلت طفولتي. هل كنت متفوق في الدراسة في المرحلة دي ولا لا؟ في المرحلة الابتدائية كنت متفوق الحمد لله، وفي ستة ابتدائي كان ترتيب الأول على المدرسة. مع أنك ما كنتش بتذاكر، كنت تشتغل في الحقل. نعم. وكنت بتروح كنت نعم كنت، لكن حقيقة بعد دخول المرحلة الإعدادية في مدينة المحمودية وغير ذلك يعني لم يعد ترتيبي هكذا، لأنه دخلت بقى مواد ما كنتش بحبها حقيقة، مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، هذه بيني وبينها يعني نفور حقيقة. فعانيت وأنهيت المرحلة الإعدادية بصعوبة، ثم تغير المنحنى التعليم بالنسبة لي. كانت الثانوية العامة بالنسبة للناس مهمة جدا، والأولاد يدخلوا الثانوية العامة عشان الثانويات العامة عشان يصيروا أطباء ومهندسين. أنا دخلت تعليم متوسط. طبعا أنت مولانا لما كنت في المرحلة اللي خلصت المرحلة الإعدادية، أعتقد يعني أنت كنت حافظ القرآن كله بالقراءات العشر في المرحلة دي، ولا إيه الأخبار؟ ما شاء الله، قراءات عشر كمان؟ لا أبدا، لما أحفظ القرآن في صغري على غير عادة الحفاظ والقراء والمشايخ. ابدا ابدا ابدا. فانت لغايه المرحله الاعداديه ما كنتش لسه خلصت القران، ختم القران؟ لم احفظ منه الا يعني ايات فقط. لا اله الا الله. الايات فقط التي كانت في المقررات الدراسيه في هذه في المراحل هذه. في المرحله الثانيه مولانا ساعتها وحلقات لا 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 خالص 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 لغايه نهايه المرحله الاعداديه ولا بعد الثانويه حتى. امتى بدات انك تحفظ القران؟ هذا بعد ال 20، بعد ال 23. البدايه الحقيقيه في موضوع الحفظ والارتباط بالقرآن بعد سن 23، بعد دخول في أثناء دخول معهد القراءات، وهذه مرحلة أخرى من عمري. فأنا مريت في 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 حياتي التعليمية بمرحلتين، كل مرحلة 12 سنة، بينهما 5 سنوات استراحة. فهذه المرحلة الأولى انتهت وأنا عندي 18 سنة، لم أحفظ شيئا من القرآن إلا القليل. نصوص جزء مثلا جزء لا 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 ولا يكمل بعض النصوص التي كانت تدرس في المنهج الدراسي، مثل هذه النصوص التي المشهورة كانت المعروفة في المناهج، في المناهج التعليمية التي ما كانش كتاتيب وما كانش كتاب واقعد واحفظ يا ولد. لا هذه لم أشرف بها، وأنا بدأت على غير عادة كثير من الحفظة والقراء، ليتني أدركت هذا، لكن قدر الله ما شاء فعل، فبدأت متأخرا، تأخر حفظي للقرآن وارتباطي بالمشايخ ومناهج القراءات إلى سن متأخر. فالمرحلة الأولى دي كانت في التعليم العام، لكن من المهم أن أذكر في هذه المرحلة أن كنت أحب القرآن وأحب سماع القرآن. طيب عايزين نعرف وحضور مجالس القرآن. المشايخ اللي كنت بتحب تسمعهم في الفترة دي، يعني ما كانش في مشايخ بيعلموك لكن ما تعلمتش في الفترة دي. لا لا. طيب المشايخ اللي كنت تسمعهم. كنت أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، واللي كان سائد في هذا الوقت القراء في المحافل والسرادقات بتاعت العزاء. هذا كان الجو العام في مصر، وبخاصة في القرى والريف المصري عموما، إنه دأب الناس على إحياء العزاء باستخدام القراء وعمل سرادق والقارئ. فكنت أتشوق لمثل هذه الجلسات والحفلات، وأذهب وأنا طفل، وربما بعض الناس لا يعرفونني، ولكن كنت أذهب لاستماع القرآن. أحيانا أدخل السرادق وأحيانا لا أدخل وأظل في الخارج أستمع. و يعني بعض السرادقات كانت تقام على مسافات بعيدة، فكنت أذهب في المساء. لماذا؟ لأنه كنت أنتظر حتى يأتي المغرب ونعود من الحقل، ثم أبحث عن صديق لي يقول له يا تعالى نروح للميتم الفلاني نسمع القرآن. بعض الشباب يوافقون وبعضهم لا يوافقون، نذهب. وأحيانا أذهب لوحدي وأعود بالليل وأنا مستمتع وفرح جدا لأن استمعت إلى القارئ، وأنظر إلى القارئ ويلبس الزي الأزهري ويعني يقرأ. فكنت أتشوق لمثل هذا المنظر، فأحببت القرآن عن هذا، وحفظت كثير يعني بعض الأربع من تلاوات القراء في الليالي هذه
في المحافل في السرادقات. ف يعني هذا كان في السنوات هذه، في المرحلة هذه كان الغالب والسائد تلاوة القرآن في سرادقات العزاء. بعد ما خلصت اللي انت الفترة الإعدادية ايه اللي حصل؟ دخلت تعليم متوسط اللي هو بيسموه دبلوم تجارة. حلو، كان في دبلوم صنايع ودبلوم زراعة ودبلوم تجارة. دبلوم تجارة، دخلت دبلوم تجارة. دبلوم تجارة ده ثلاث، عشان كان مجموعك مجموع ضعيف، ضعيف ولا عشان كان ظروف الأسرة؟ لا حقيقة مجموعه كان ضعيف، لأنه في المرحلة الإعدادية اللغة الإنجليزية والرياضيات وهذه مواد لم أكن أرغب فيها، وكان مع أنك كنت الأول في المرحلة الابتدائية. في الابتدائي بعد نزل المستوى، نعم، شوية لظروف، نعم. فبعد ما خلصت الإعدادية أنت دخلت دبلوم تجارة. دبلوم تجارة، وتعلمت في الموضوع ده كله الآلة الكتبة. الآلة الكتبة في الدبلوم، في الدبلوم في يعني الحاجة اللي خرجت بيها أنه كنت بعرف أكتب على الآلة الكتبة. حلو. شيخنا، بعد ما سمعنا موضوع التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي التجاري، في نقلة نوعية حصلت، اهتمامك الديني واهتمامك القرآني بالذات بدأ بعد سن يعني بتكلم في 22-23 سنة. نعم. ازاي النقلة دي حصلت؟ وياريت نسمع بالتفصيل ايه اللي حصل. نعم، هو قلت لك انه البدايه الحقيقيه ل يعني بدايه الحفظ والاهتمام بالقران بدات في سن 23، لكن قبل ذلك كان حب واستماع لكن بدون خطوات عمليه. فنوعيه الدراسه كانت في التربيه والتعليم، ما لم أذهب إلى الكتاب، لم أتعلم على يد مشايخ. إزاي بقى تعلمت على كبر كده 23 سنة؟ هذه قصة كبيرة جدا. لا لا، عايزين نسمعها بقى. طبعا أنا حتى قبل أن ندخل في تفاصيل هذه النقطة، يعني قلت لحضرتك أن الوالد رحمه الله في السنوات الأخيرة من عمره كان يعني بدأ يهتم جدا بموضوع أن أحفظ القرآن، وبخاصة لما ظهرت الموهبة الصوتية، ويعني ابتدى الناس ينصحون الوالد أن يذهب بي إلى أحد المشايخ المحفظين. كانت تظهر الموهبة الصوتية فين؟ من خلال يعني مثلا تلاوة القرآن في بعض المناسبات الدينية في المدارس، من الآيات البسيطة اللي انت من الآيات. يعني مثلا أذكر موقفا في المرحلة الابتدائية في مدرسة ليديا، هذه شهداء بورسعيد بليديا، كانوا عاملين حفلة مناسبة عيد الأم في شهر مارس، وأتوا بي لأفتتح الحفل بآيات من سورة الإسراء، وبدون أن يراجعوا معي الآيات. يعني كنت حافظ آيات من سورة الإسراء. وقد ربك ولا في أو وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حفظت هذه الآيات من نفسي بدون مراجعة مع المشايخ. ما كانش في مشايخ، فكنت كانت في بعض الأخطاء في التشكيل. ف يعني مدرس التربية الدينية ما رجعش معايا الآيات. تتكلم في 18-19 سنة؟ لا، هذا في المرحلة الابتدائية، في الأول. يعني. وانت صغير. تمام. فطلعت على المكان عليه المكبر الصوت وأقرأ، فأخطأت في التلاوة، فالمدرس قال لي كفاية 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 ونزلني على هذا موقف. يعني كانت العلاقة بالقرآن حب، لكن ما فيش حاجات عملية، ما فيش خطوات عملية، ونتيجة لأني لم أحفظ على يد شيخ، فكانت تحدث بعض الأخطاء. يعني مرة في مناسبة المناسبات توفيت زوجة عمي، فعملوا سرادق عزاء في العزبة عندنا وجابوا شيخ، وبعدين يعني إيه قالوا لي اطلع أقرأ شوية كده. فطلعت أقرأ شوية برضو من آخر سورة المائدة، برضو دون حفظت هذه الآيات من نفسي كده يعني. فالشيخ بعد ما خلصت طلع على الدكة أو التخت وعاد وراي الآيات كلها تاني. طبعا هذا في وسط الريف صعب جدا، يعني الناس كلها قعدت تتكلم، ده عاد الشيخ أعاد الآيات نفسها، يبقى حسن هذا ما بيعرفش يقرأ وغلط ومش عارف إيه، وكانت بالنسبة لي مشكلة. فهذه المواقف كانت تسبب لي تعبا نفسيا. طيب أين الطريق؟ أريد أن أقرأ مثل هؤلاء، أريد أن أتعلم، أريد، ولكن من يدلني؟ من يأخذ بيدي؟ متى أبدأ؟ لا أجد. لماذا؟ قلت لك بسبب النشأة، البيئة، الوسط، الناس كانوا بسطاء لا يعرفون إلا الحقول والعمل فيها وخلاص،
واخر غاياتهم التعليم يعني الابن يكون يعني خريج دبلوم متوسط ويطلع يؤدي الخدمه العسكريه وتزوج ويعمل في الحقل. هذا كل الامنيات. اول طالب يدخل الجامعه في العزبه كان سنه 93، واول طالب يدخل الازهر تخيل من هو؟ حسن صالح سنه 93 بدخوله معهد القراءات. لم يكن عندنا طالبا جامعيا في العزبه كلها، في العزبه هذه. في هذا الوقت كان ظهور المشايخ القراء في السردقات كان يمثل بالنسبه لاهل الريف شيئا كبيرا. بالنسبه لهم ان يشوفوا القارئ اللي لابس عمه وبيجي يقرا في السرادق بالنسبه لهم دي حاجه كبيره جدا جدا جدا. فوالدي كان يحب ان يراني بهذه الصوره، وبخاصه لما ابتدت الموهبه الصوتيه تظهر، ونصائح من كثير من الناس لوالدي ان يذهب بي الى الشيخ. فاهتم والدي رحمه الله في السنوات الاخيره من عمره ان يذهب بي، واتفق معي بعد انتهاء المرحله التعليم المتوسط ان اذهب مباشره الى الشيخ. فاخذني كما قلت لك الى احد المشايخ في مدينه المحموديه لاحفظ معه القران. وبعد ستة اشهر من هذا الموقف توفي والدي رحمه الله عليه، فمثلت هذه انتكاسه كبيره جدا وتوقف كل شيء. لماذا؟ تفتكر ساعتها كنت حفظت حاجه معينه؟ كنت حفظت خمسه اجزاء ما شاء الله. الشيخ علي، الشيخ برضو؟ الشيخ علي ناجي هذا اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمره، هو اول شيخ فتح لي بيته لحفظ القران، واستقبلني هو واولاده. وكان يعيش في حي من احياء مدينه المحموديه يسمى حي الكوادي، وهذا الشيخ ما زال على قيد الحياه، اسال الله سبحانه وتعالى يبارك في عمره وان يعني يجزيه عني خير الجزاء. هذا الشيخ لم يكن عنده وقت كثير، يعني هو كان أيضا يقرأ في السردقات وعنده مشاغل ومشغول، فأوكل الأمر إلى ابنه الأكبر الشيخ محمد، وكان مشهورا بناجي. هذا كان طالبا في كلية الشريعة والقانون في مدينة دمنهور، كان طالبا وكان يحفظ القرآن جيدا على يد والده ويعني بالتجويد. فالشيخ علي اعتذر الوالد ولكن قال حسن سيحفظ عند الشيخ ناجي اللي هو ابن الشيخ. فكان الشيخ ناجي يكبرني بسنتين أو ثلاثة، فكنت أذهب إلى الشيخ ناجي، وأول مرة في حياتي أحمل مصحفا. هذا كان في 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 بداية التاسعة عشرة من عمري، قبل ما الوالد يتوفى، قبل بشهور، بستة أشهر بالضبط. تمام. فهذه بدأت النقلة الجديدة في حياتي. فمن هنا أول مرة في حياتي حملت مصحفا كاملا يعني في يدي، وكان هذا المصحف يعني بالنسبة لي شيئا كبيرا، ويعني من فرحتي يعني رحت يعني اشتريت قماش أبيض وفصلت جلابية بيضاء وحبيت أعيش هذا الجو وأذهب إلى صلاة الجمعة. فالفرحة الغامرة بالنسبة لي كانت هذا اليوم كنت أنتظره، يعني 18 عاما أنتظر أن تبدأ علاقاتي بالقرآن بعد يعني فترة طويلة وحرمان وتوهان عن الطريق. فحفظت خمسة أجزاء مع الشيخ ناجي، وكان الشيخ ناجي يعني رحمة الله عليه كان يحب كرة القدم حبا جما. أحيانا كنت أذهب في موعدي إليه فأجد الشباب في حي الكوادي يلعبون الكرة وعندهم مباراة وهو معهم لاعب كرة، فكان يعتذر إليهم إذا رأني ويتوقف ويراجع معي الورد في الملعب. أذكر هذا حدث مرة واحدة، مرة من المرات، وابتدى يعلمني التجويد. أول مرة كنت أعرف شيء يسمى التجويد في التاسعة عشر من العمر. أول مرة في حياتي أعرف أنه إذا قرأت القرآن لابد أن تتعلم التجويد، لم أكن أعرف هذا. كنت أقرأ هكذا يعني لو سألتني لماذا كنت تقرأ الآيات كيف، كنت أقول لك أسمع القراء في السرادقات يقرؤون فأحفظ بعض الآيات التي يقرؤونها بدون أن أراجع. فكنت أقرأ هكذا بدون تجويد ولا شيء. فابتدى الشيخ قال لي لابد أن تتعلم التجويد. ما التجويد؟ قال نون الساكنة والمد وكذا، وبدأ يعني إيه مع الحفظ يعلمني التجويد برفق وبالتطبيق. بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين ثم أحكام الميم الساكنة والمد وهكذا، وأنا فرح مصر. كنت أذهب من البولينة إلى الكوادي مشي على الأقدام بفرق في التراب ويعني فرح مسرور
أبدأ أحفظ القرآن والمصحف هذا كان بالنسبة لي قطعة من لحمي ودمي. بعد 6 أشهر من هذا بداية هذا الحلم وصلت 5 أجزاء. بعد 6 أشهر 5 أجزاء. ده رقم كويس. نعم. يعني كنت أحفظ كبيرة. كنت أحفظ كل مرة ربع. و يعني أقول لك هذا مع العمل في الحقل وأذهب إلى حقول الناس أشتغل والدراسة ولا ما كانش في دراسة؟ لا الدراسة انتهت. خلصت الدبلوم بقى ودبلوم متوسط. خلصت الخدمة العسكرية ساعتها؟ لا لم أذهب إلى الخدمة العسكرية. كان لسه. ووالدي كان يعني إيه يعمل في الحقل وتولى هو المسؤوليات ويعني يعني قال احفظ وساعدنا في الحقل. ثم توفي والدي فجأة وكان ارتباطي العاطفي بوالدي ارتباطا كبيرا فهو كان يمثل لي شيئا كبيرا وله مكانته بين الناس في القرية ويعني يحضر حل المشاكل وكذا ولكن حظنا جميعا من التعليم بسيط هذه إمكانتهم بوفاة والدي لم يعد أمامي أي خيارات إلا البقاء في العزبة ورعاية الأرض هذه و مصالح الأسرة ويعني ما عادش ينفع بقى تروح للشيخ والكلام ده خلاص انتهى انت اتعلمت والحياة المسار اتغير الآن بوفاة الوالد فحدثت الانتكاسة وتوقف كل شيء وتغير المسار لمدة يعني سنتين توقف ونسيت 5 أجزاء وانقطعت كنت بتعمل ايه بقى في السنتين كنت في الحقل في الغيط شغل وخلاص فلاح يعني وليس يعني فين القماشه البيضه وفين القطعه خلاص كل هذا انتهى لانه انا برضو يعني لم يكن عندي الايمانيات الكافيه التي تساعدني على تجاوز هذه المرحله بسبب النشأة يعني علاقتنا كلها بالجانب العلم الشرعي كانت تتمثل في نصلي الجمعة كل أسبوع والشيخ لم يكن شيخا يأتي كان رجل من القرية نفسها وبيطلع المنبر بكتاب ده إمكانيات الرجل يعني بدون تعليم يعني بيطلع بكتاب والخطب محفوظة وكل أسبوع الناس عارفة الشيخ هيقول إيه وحفظوا الخطب وحفظوا الآيات اللي بيصلي بيها وحتى كان يعني الرجل يعني بيحاول يجتهد ويحفظ فحفظوا القرآن حتى كان يعني أذكر موقفا مرة كان بيقرأ في سورة البينة وقال لمن خشي ربه ويقف يعني فبعد ذلك بعد الواحد ما ابتدى يحفظ ويعرف ان ده مولانا المفروض تقف ربه فيقول ما فيش مشكلة لو وقفت ربه ايه المشكلة يعني هكذا يعني فالناس كانوا لا يصلون في المسجد الا صلاة الجمعة واحيانا بعض الناس يذهبون في صلاة العشاء لما يعودون من الحقول أما بقية النهار فالناس إما يصلوا في بيوت إما يصلوا في الحق والناس ما عندهاش غير كده فبوفاة والدي يعني حدث انتكاسة بعد سنتين إزاي بقى التحويل حصل تاني ورجعت بدأ الانفراجة بدخولي لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية تعرف حضرتك أنه في مصر الخدمة العسكرية هذه إلزامية وبما أني أحمل مؤهلا متوسطا ف مدة الخدمة كانت سنتين في الجيش يعني تعرفت على يعني زملاء ومجندين في الأزهر الشريف أول ويعني كنا نسمع عن الأزهر وطلاب الأزهر وعلم الأزهر لكن المخالطة الحقيقية بدأت في الجيش وأول مرة في حياتي أعرف عن معاهد القراءات الأزهرية في الأزهر معاهد القراءات هذه وما هي معاهد القراءات وأين هي وما الذي يدرسه الطلاب في معاهد القراءات فما هذا فتعرفت على أحد الطلاب يسمى ما زلت أذكر اسمه شعبان مهدي خضير هذا كان من قرية تسمى أبو الشقاف مركز حوش عيسى محافظة البحيرة تعرفت عليه في المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني وكان من خريجي معهد قراءات دمنهور الأزهري فأخذ يحكي لي عن معهد القراءات وماذا درس فيها وخريج معهد قراءات ماذا يعني أين
يذهب ويتعين في ماذا، وميزة الدراسة في معهد القراءات والقراءات والمتون، وهذا كانت بالنسبة لي أحياء عالم جديد. فأحيا فيك الفترة بعد الشيخ بمخالطتي الأزهريين وأصول طلاب أصول الدين والشريعة والقانون، ورأيت منهم نماذج الخطباء والقراء، وأنا يعني في سنهم وهكذا لا أعرف شيئا، يعني كان هذا يؤلمني جدا يعني، فأحسست أن القطار قد فاتني. ولكن أخذ هذا وأمثاله وأقرانه يشجعونني ويقولون صوتك طيب، و يعني أنت تستطيع تتدارك ما فاتك، لكن أين الطريق؟ فقالوا أكمل الحفظ، شروط معهد القراءات هذا شروطه صعبة شوية في القبول، شروط صعبة، لابد أن الاختبار في القرآن صعب جدا، لابد أن تكون تحفظ القرآن كاملا. والاختبار في هذا الوقت كان ثلاثة اختبارات حتى يقبلوك طالبا. قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، يعني لما من كثرة الحديث مع الإخوة طلاب الأزهر وهؤلاء، ابتديت أعيد المراجعة مرة ثانية، مراجعة الخمس أجزاء، فبدأت بالخمسة أجزاء. حلو. كانوا من الناس ولا كانوا من البقرة؟ لا، كان من البداية، من الفاتحة والبقرة. تمام. بدأت أستعيد هذه الآيات. لماذا؟ والذي ساعدني على ذلك أنه بعد انتهاء فترة مراكز التدريب الأولى اللي كانت في القاهرة في الجبل الأحمر والهيكستن، رحلت على المنطقة الغربية العسكرية، وأذكر أنه كان في متسع من الوقت، بمعنى أنه ألحقوني على سلاح يسمى سلاح التوجيه المعنوي، يعني أنا كنت في سلاح تاني خلص من المدرعات وتخصص معمر دبابة. فبعد الترحيل على المنطقة الغربية العسكرية كنت أذهب إلى السرية وأصلي في المسجد، ويعني أدندن في الميكروفون بتاع المسجد بعد الصلاة، أقرأ قرآن كده يعني. فمرة في مرة سألوا عني قادة السرية، ومن هذا؟ قالوا فلان أحد الجنود يعني، فقالوا خليه يصلي بالناس ويعني في المسجد وهكذا. فكنت مسؤول عن الأذان في السرية والقراءة، وبعض الصولات في هذا في هذه السرية أخذوا يشجعونني اقرأ صوتك جميل وكذا ولا تفعل كذا وهكذا. مرة في مرة قادة التوجيه المعلو في الكتيبة في قيادة الفرقة سمعوا عني، فقالوا نريد هذا الجندي أن يأتي إلى قيادة الفرقة، لمسجد قيادة الفرقة، مسجد كبير بمأذان يصلي فيه العمداء واللواءات. فنقلوني من السرية بعد ما كنت بخدم بأمسك خدمة وبالسلاح وكذا وكذا، نقلوني إلى سلاح آخر، إلى سلاح آخر هو سلاح التوجيه المعنوي. سلاح التوجيه المعنوي هذا من ضمن مهمات الإشراف على المساجد. انتهت الفترة، فترة الخدمة العسكرية، ابتديت أعتلي المنابر وأخطب بس بعد ما انتهت الفترة العسكرية كنت حفظت القرآن كله ولا خمس أجزاء يا سيدي؟ قلت لك هم فقط الخمسة أجزاء، وبقيت تتدرب تصلي؟ لا، زودت الحفظ يعني. تمام. زودت الحفظ، لكن كان كله متفرقات. تمام. يعني كله ممكن 10 أجزاء، 12 جزء. تمام. 5 أجزاء من الأولى وبعض المتفرقات. سنك كم دلوقتي بقى في المرحلة دي؟ انت عندك كم سنة؟ 22 سنة. لسه ما خلصتش القرآن كله تقريبا 10 أجزاء 12؟ لا، كله هذا. نعم. وخدت بعض التدريبات انك بتصلي في المساجد وبتاع؟ نعم، اصلي، كنت اصلي بيهم امام والتراويح واخطب، وابتدت يعني الامل يحيا من جديد. تمام. لكن واجهني تحدي كبير بعد انتهاء العمل بقى ولا ايه؟ فين بقى الاهل دلوقتي؟ الان رجعت تاني؟ الان بعد انتهاء فترة الخدمة العسكرية والعودة، انت الان اهلك، الاهل ينتظرونني لمهمة اخرى، استلام مسؤولية الاسرة ورعاية الارض الزراعية ومسؤولية الاسرة وهكذا، وكذلك الزواج، العرف السائد في الريف في ذلك الوقت بعد الخدمة العسكرية. خلاص، انت يعني تعلمت وأديت الجيش، لابد ان تتزوج، انت كبير يعني. تمام. ومن حيرعى الأسرة والأولاد وكذا وكذا.
وبعدين تيجي تقول لنا حتتعلم وتروح تدرس وت... يعني هذا كان موضوع تحدي كبير بالنسبة لي ساعتها في دماغك انت المعهد بقى الايه القراءات وكده نعم الفكرة يعني. لكن صدمت بعد الانتهاء الجيش, هذا الحلم الكبير تبخر مرة ثانية لا. بالواقع في الريف خلاص لم يساعدني الوضع في الريف والأسرة على أن أبدأ أكمل. لماذا؟ لأنه المسؤولية كبيرة, التحدي كبير. كيف يعني هم ينتظرونك بعد عامين من الغياب عنهم تترك يعني وتقول تذهب؟ فمر عام على هذا الوضع. في هذا العام أكرمني الله بالزواج واستلمت العمل في الأرض وأصبحت أنا وخلاص انتهى الأمر خلاص. والمسؤوليات وال في العزبة وهذه حالت دون التواصل ودون الذهاب خلاص. أنت الآن لم تعد مسؤولا عن نفسك فقط. تزوجت بقى في سن 23 22 سنة تزوجت. ودلوقتي حالا احنا بنتكلم في تبخر الحلم مرة أخرى. نعم. وان انت يعني كنت بتحلم انك تكمل بس خلاص الظروف خلتك ان انت الظروف كمان الحلم. انه انا ما اكملتش الحفظ عشان ادخل احقق شروط المعهد. المعهد لازم وسألت عنه, وبخاصة معهد دمنهور هذا من المعاهد اللي الدراسة فيه منتظمة بخلاف معاهد القراءات على مستوى الجمهورية تقريبا, إلا ما إلى بعض المعاهد مثل القاهرة. الدراسة في معهد قراءات دمنهور كانت منتظمة انتظاما, حضور وغياب وانصراف وكذا, ولابد تحضر وكذا, والشروط كانت شديدة في البداية في الاختبار. فكيف أدخل وأنا يعني كل ما معي 12 جزء تقريبا أو 10 أجزاء متفرقين خمسة. المهم مضى عام تزوجت, وفي بداية العام الثاني أحد الطلاب في العزبة هذه كان يذهب إلى كتاب خارج العزبة ويحفظ, والشيخ الذي يحفظه قدم له في معهد القراءات في مسابقة التقديم في العام الثاني هكذا معهد دمنهور معدم, وقدم له مع بعض طلاب الآخرين من الذين يحفظون عنه معه, فقدم له معه. فها يقول لي هذا ما تيجي تقدم معنا يعني. قلت له والله أنتوا يعني التقديم أنا عرفت أن الشروط صعبة والوضع كذا كذا. فقال لي يعني قال لي قدم وسيبها على الله يعني, قدم تعالى قدم احنا قدمنا. طب أنت المستندات المطلوبة؟ قال لي هم كذا 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 يعني أمور بسيطة. ومن ضمن الشروط يعني من جمال هذه هذا المعهد انه كان لا يشترط السن. فقدمت, رحت قدمت في المعهد, والمعهد كان في دمنهور. قدمت في المعهد وكان مسابقه القبول صعبه, ثلاث اختبارات. الاختبار الاول شفوي, عشان تدخل التحريري لازم تختبر شفويا في القران كاملا كويس, عشان يدخلوك امتحان التحريري اللي هو برضه في القران كاملا ومعاه الحساب, ماده الحساب. ليه غريبة جدا. تختبر في الإملاء, تعرف تقرأ وتكتب, والحساب, والقرآن تحريري. وانت أصلا كاره الحساب من الأول. المهم حضرتك, وبعد إذا نجحت في الاختبار التحريري في اختبار شفوي ثالث. تمام النهائي. فكان هذا اختبارا صعبا. فجاء موعد الاختبار الشفوي الأول, ويشاء الله سبحانه وتعالى إنه يعني كنت أجلس أقول يعني ماذا سأفعل في القرآن كاملا. المهم توكلت على الله ودخلت الاختبار الشفوي, ويشاء الله سبحانه وتعالى أن الأسئلة التي أسأل فيها في الاختبار الشفوي كلها تأتي كل 12 جزء في الربع اللي نحفظها. يعني أذكر مثلا كان في كنت أحفظ ربع في سورة النحل, فيأتي السؤال في هذا الربع. أنا أقول هذا بصدق يعني ربع يا مولانا في سورة مريم يأتي السؤال في أول مرة. الأسئلة؟ أنا أذكر في سورة النحل كان أظن والله أعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة لعلكم. فالربع اللي أنت حافظه يجي لك منه السؤال وهكذا. سبحان الله. تخيل هذا هكذا يعني كنت أرى ترتيب من الله سبحانه. فبعد انتهاء الشفوي يعني لم أكن أصدق أنه يعني حادخل التحريري. طبعا عشان أعرف النتيجة بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع تقريبا
يعني ظهرت في كشف وضعوه فوجدت اسمي. وسبحان الله هذا الطالب الذي قال لي يعني قدم هو لم يكن من سبحان الله. سبحان الله هو دخل في العام الذي بعدي أو بعد بعامين تقريبا، بس في هذا العام في أقصد في هذا العام لم يكن له نصيب. رحت للتحريري بقى. التحريري وأشهد الله حدث ما حدث في الشفوي. لا إله. وحدث ما التحريري بيجيبوا صعب. أشهد الله تقريبا يعني لم يفلت مني إلا سؤال وسؤالين. أنا كنت لم أصدق نفسي، يعني لم أكن أصدق نفسي وفي الاختبار ما هذا، فأحسست أن أراد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. دون تختيم. الاختبار الثالث هذا كان صعبا جدا، يعني بالنسبة لي الحساب والإملاء كان سهلا لأني أصلا يعني معي دبلوم، يعني ما عنديش مشكلة في الحساب والإملاء، لكن الاختبار الثالث كان هذا هو الأصعب. نجحت في التحرير في الشفوي الأول، وفي التحريري نجحت، يبقى الشفوي الثالث هذا كان صعبا جدا. والشيخ كان شديدا في هذا الاختبار لأنه هذا الاختبار الأخير كشف نقاط الضعف، فظهر ضعفي ولكنه أعطاني درجة النجاح حقيقة. لما رأى درجة التحرير فهو إن يعني يعني إذا نجح الطالب في التحريري وجاب درجة كويسة، فلو جاب 50% في الشفوي الأخير ينجح. فمن ستر الله سبحانه وتعالى ولطفه أنه أعطاني درجة النجاح في الشفوي الأخير، وكان هذا ميلادا جديدا لي في السن في سن 23. 23 ورجعنا مرة تاني أصدقائي المشاهدين في كل مكان، وفقرة حكاية في صورة معانا ومعاكم زهرة القراء الشيخ حسن صالح، وتعالوا نستعرض بعض الذكريات الجميلة مع الشيخ حسن صالح مولانا. في الفقرة دي بنجيب بها بعض الصور والذكريات التي تعرض لأول مرة. حضرتك هتشوف الصورة وتعلق عليها من ذكرياتك وتقول لنا إيه حكاية الصورة دي. أبشر. فنبدأ بأول صورة معنا. نعم، هذه صورة مع الجيران في الحقل وفي مزارع القطن، وخلفنا البيوت والنخيل، وكنت أحب الحقول والتصوير في الحقول. يعني تفتكر سنة كام؟ أظنها 94. نعم. وفي صورة تانية كمان معها، بس دي أنت لوحدك في الصورة. نعم نعم، كلها في مزارع القطن، كانت في شهر يوليو تقريبا في المزارع وفي الحقول. يعني ليك ذكريات في الأرض يا مولانا؟ أنت من الناس اللي بتحب الأرض ومتعلقة بالأرض. اختلط بها شحمي ولحمي ودمي، فلي معها ذكريات. أنا أحب جدا الحقول والمزارع والمواشي، واللون الأخضر يسحرني، اختلط دمي بالطين والتراب والعمل في الحقل، فهذا جزء من حياتي وكياني أعتز به جدا. فلذلك أنا أتشرف دائما وأسعد بالصور اللي هي في وسط المزارع والأشجار والحقول وهكذا. طيب نشوف صورة تانية، وزي ما قلت دي من النوادر الحقيقة. في صورة جميلة جدا ليك بالزي الأزهري، هذه عايزين نعرف تاريخ الصورة دي وتصورتها فين. هذه فترة مصر في أواخر التسعينات، في بداية ممارسة للتلاوات المجودة في السرادقات العزاء وكذا. نعم. والله صورة جميلة جدا. في صورة تانية برضو معك اثنين منهم، لو تفتكر مين دول وكانت الصورة دي ايه تاريخها، ايه كواليس الصورة دي يا مولانا؟ هذه الصورة طبعا اللي في النص مش كده؟ نعم، هذا الذي في الوسط هو حسن صالح. نعم. وهذه الصورة بالمناسبة تلخص فترة من حياتي، وهي كما ترى يظهر عليها أثر هذا الرجل الريفي في زيه وفي شكله وفي سمته، وهي صورة اعتز بها حقيقة. وهذه الصورة بالمناسبة ارتبطت بمناسبة عائلية، وهي عقد زواج أخي نصر. فيها مولانا صورة يعني عجيبة شوية، خلينا نشوفها كده. نعم، هذه الصورة بالجبة والعمة الأزهرية في أواخر التسعينات أيضا. شكلك كنت يعني مروق كده. نعم, نعم. واكل أكل حلو. هذه أثناء فترة التلاوات السرادقات وهكذا. نعم، بس باين عليه العز شويه. الله يعزك يا سيدي. الله يبارك فيك. طيب في صوره جميله جدا ثانيه. انت الصوره دي ليها حكايه يا مولانا، لو تحكي لنا ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ هذه صوره الاستوديو
الذي سجلت عليه 9 مصاحف بروايات قرآنية مختلفة. الله أكبر. في نيوجيرسي. إيه اللي تحت ده مولانا؟ الطابلة دي ولا إيه؟ لا يا سيدي، هذه حل الطعام اطبخوا فيها، وضعته عليها. وانت حطيتها ليه في الاستوديو؟ لانه ما كانش في حاجه احط على، كنت عاوز ارفع الاستوديو شويه، المايك شويه، يعني استوديو يدوي من استوديو يدوي يعني على الارض كما ترى. دي كانت في اي مسجد ولا هذا في المسجد اللي انا اعمل فيه الان؟ كنت نعم. اسكن في السنوات الاولى في شقه في الدور العلوي وحدي، فكنت استغل ليل الشتاء الطويل وفتره المكث وحدي في تسجيل القرآن الكريم. فبالمناسبة هذا يعني استوديو ساعدني فيه بعض الإخوة هنا المتخصصين في بيع الإلكترونيات والأجهزة الصوتية، ويعني هو استوديو متواضع لكن له معي ذكريات، فهذا هو الاستوديو يعني. ما شاء الله. نعم كما ترون يعني مايك ومحطوط على حلة. أنت سجلت فيه 9 نعم. مصاحف؟ 9 مصاحف أو ربما 10 مصاحف. الله أكبر. وموجودة فين دي؟ موجودة يعني بعضها موجود على الإنترنت وبعضها لسه ما زال يعني يراجع يعني. ما شاء الله. نعم هذه صورة الوالد رحمه الله، وأسأل الله له الرحمة والمغفرة. توفي سنة 89 وتوفي صغيرا. إيه كواليس الصورة دي مالك؟ أظن الله أعلم كانت في مناسبة لأحد الأقارب كما قالوا لي، وبالمناسبة هذه هي الصورة الوحيدة التي لدينا لوالدي رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى ويعني أسكنه فسيحة الجنة. أمين. مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقرة حكاية في صورة، استمتعنا بذكريات وحكايات وروايات مع زهرة القراء الشيخ حسن صالح. مولانا الشيخ، عايزين كده نختم إن شاء الله حلقتنا المباركة يعني بقراءة تشنف آذاننا. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أن كانت أول حلقاتنا مع زهرة القراء الشيخ حسن صالح في حكاية في يوم، حتى نأتيكم بحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجم أخذوني على موتوسيكل اللي هي الدراجة البخارية، وطبعا بما أن الجبة هذه مفتوحة من الوسط، فالهواء أثناء الطريق يطير الجزء السفلي من الجبة. كنا في لجنة التحكيم، وأحد المتسابقين في اللجنة التي كنت فيها ترك لنا ورقة وفيها لون
مثل الدم. فالله سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا أختار آيات مناسبة تهدئ النفوس وتطرد الشيطان. حسن صالح مثل أي مسلم أمنيته أن يرضى الله عز وجل عنه، فأسأل الله عز وجل أن يرضى عني يعني، وهذه أمنية كل مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار.